السلام عليكم. وعدنا اليوم بإذن الله مع الحلقة الخامسة من كتابتي. كتابة اليوم بعنوان قلب من الماس. له قلب من الماس ذلك الإنسان الحساس، لا قلب من الناس ذلك الفرد من الناس. أذكره ويذكره كل فرد من العائلة بصورته الجميلة البسيطة الهائلة. قلبه كله متعلق بالله، وما تعلقه بالله إلا سر من أسرار نقاوة فؤاده، وفي هذا السر تجد كل الأسرار الأخرى. أذكر جيد أنا صغير أين كبر وترعرع في بيت بسيط يذكر في اسم الله، في وسط كله أمان، على يد أب كله حنان، بين جدران بيت ناصع البياض، وبين ذراع أم طيب ريحها سليل أصلها. أذكر وأنا الذي كنت أتردد على هذا البيت الطاهر كل اللمسات الإيمانية وكل الهمسات الروحانية، فيصفو ذهني وتبتهج روحي وأنا أقضي بضعة ويعات. فكيف بذلك الفرد من الناس ذاك الذي قلبه من ماس وهو من أهل البيت؟ أكاد لا أنسى كل التفاصيل الصغيرة من يوميات قضيتها في هذا البيت الذي أعتز وأفتخر به وأنا صبي صغير. كل المفردات كانت لها دلائل تصب كلها في خانة الإيمان، في قاموس التربية الإسلامية المحصنة. كانت أمي تدفعني دفعا إلى هذا البيت حيث كانت تشع بين جدران أنوار الإيمان. أمي هاته هي الروعة بعينها، هي الحب كله، هي الطهر جله، وهي الواعي برمته. لها فلسفة في الحياة لن يهتدي إليها حتى أكبر الفلاسفة الأزمان الغابرة. لها أفكار حينما أنت والآخر تصبرون أغوارها ستقررون أن صاحب هذه الأفكار هو خريج أعرق الجامعات الدولية. هي ليست إلا أم تهتدي بهدي الله، أم لن تجد لها مثيلا في هذا الزمان. تعطيك دروسا تلو الدروس بالمجان في الوعي اللامتناه. كانت أمي إذا تدفعني دفعا إلى بيت أخيها وهي تعلم كل العلم، أن هناك الأدب والدين والعلم. وها أنا أتذكر وقد صرت كهلا كيف أن ذلك المنزل البسيط المليء بالذكر والأذكار ترك بصمة بيضاء في فؤادي. فكيف بالله عليكم سيكون هذا الفرد من الناس هذا الذي قلبه من الناس؟ من الصعب بل من العسير جدا أن تجد في هذا العالم المرير المريض العقيم الضارب المغري في اللامبالاة. من الصعب بل من المستحيل أن تجد شخصا مثله في نبله، في بساطته، في فكره النير، في وقاره وفي إصراره على مرضاة ربه، وفي إلحاه على تبسيط الأمور على كل فرد وجد في طريقه وكان في حاجة إليه. هو مثال حي على أن ديننا الحنيف الذي هو الإسلام هو دين البساطة والموعظة الحسنة، هو دين المحبة والإخاء والبذل والعطاء. إنه يمثل نقطة بيضاء في ملف هذه الحياة التعيسة التي يكثر فيها ذكر الأنا ثم الأنا والأنا الأعلى. إنه هو أمثاله، وإن قلوا فإن في وجودهم بيننا خير كثير. ففي ليونتهم وتثبتهم بخيرات هذا الدين العظيم تجد أولئك الذين تقطعت بهم السبل يرجع إليهم الأمل في الغد. أذكر ولا إزلت أذكر وسوف أظل أذكر أنه الأساس في هذا الفرد من الناس. أذكر ولا إزلت أذكر وسوف أظل أذكر أن الأساس في هذا الفرد من الناس هذا الذي قلبه من الماس، هذا الإنسان المملوء بالإحساس. إنما الإيمان فيه هو الأساس. لقد كبرنا وتجالسنا، وإن كان ذلك في مناسبات قليلة، إلا أن مجالسنا كانت كلها مفعمة بالخير والإيمان. لقد تجالسنا
وعاودنا الجلوس، وفي كل مجلس كنت أرى فيه ما لم أراه قط في إنسان آخر، هو بكل تأكيد لن يضاهي أمي الحنون، ولكن يكفي أن أقول عنه أن ابتسامته لا تفارق شفتيه، وأن هدوءه فيه شيء من الوعي الواقع وأشياء من دماثة الخلق وحسن التدبير. بهدوئه يوحي لك أن الحياة بسيطة لا تحتمل كل ما قد نثيره حولها من نقاشات عقيمة، ويمرر إليك رسالة مفادها أن الأمور تقاسب بخواتمها، وأن ليس كل ما هو أبيض في ظاهره هو كذلك في جوهره. كلما التقيت صاحب القلب الماسي الأبيض الشفاف كنت أستحضر تلك الأوقات التي قضيتها في بيتهم، فأذكر كيف كنا نلعب في إطار زمني محدد، وكيف كنا لا نجلس أمام التلفاز صاحب اللون الأبيض والأسود إلا بعد ما ننهي قراءة القصص الدينية ونلخصها حكيا لصاحب الأمر والنهي في هذا البيت خالي أحمد، وبعدها نقوم للوضوء ثم الصلاة. أجل، أستحضر كل هذا وذاك بمجرد مجالستي لصاحب القلب الماسي. لقد استفدت منه الشيء الكثير، قلبي كان دائما ينبض بالإيمان، لكن هذا الإنسان ببساطته أعطاني الأمان لما أدارت لي الأيام ظهرها بالغدر والنكران. في وقت من الأوقات لما كنت في ريع شبابي كانت كتاباته الدواء الشافي من الأحزان، لكني الآن وأنا أجالس هذا الإنسان تبدل الإحساس، لأن هذا الذي قلبه من ماس بعطفه ونبل أخلاقه صار هو النبراس. نعم، نعم الأخ أنت ونعم الصديق، أدعو الله لك كل يوم بالتوفيق. يا أيها الجميل الحنون الرقيق، نعم الأخ أنت ونعم الصديق، إن الصورة الجميلة التي رسمتها في مخيلة كل من يعرفونك هي الصورة طبق الأصل للإنسان المسلم المؤمن البسيط الذي جعل القرآن ربيع قلبه، وحب الخير للناس هو الأساس. لذلك أقولها وأكررها، فقلبك من ماس. أهديت هذه الكتابات خصيصا لابن خالي الحسين ناس عبد الغفور، وشكرا، والسلام عليكم.